انا لسه امبارح فعلا، يعني انا بقالي فتره بشوف، يعني الاول كنت بشوفها اللي هو بنت كل فين وفين راكبه بتعمل كده. سكوتر مثلا، دلوقتي لا، يعني تقريبا مش هقول يوميا ولكن مثلا مره كل اسبوعين ولا حاجه اشوف فعلا بنات راكبين سكوتر، وشفت بنات يعني بنت ومركبه صاحبتها وراها على وراها السكوتر. انا دول فعلا بوسع لهم، بوسع لهم اللي هو بوصلهم كده، ونفسي اصورهم ونفسي اعمل حلو لهم، قوي. انا بتبسط المقصود هو بيهم على فكره هو المفروض ان ده يبقى الطبيعي، بس المشكله المفروض. في الثقافه اللي احنا اتربينا عليها ان البنت ما بتركبش عجل او بتركب عجل وهي صغيره، بمجرد ما تكبر وتبقى خلاص شابه خلاص لا ما صح، تركبش عجل، ما تركبش سكوتر، ما تركبش موتوسيكل، ما تركبش تاكسي، ما تسوقش تاكسي. انا بشوف انا ستات بشوف كتير جدا دلوقتي وبشوف بيسوقوا تاكسي سيدات برضو واوبر. راكبين العربيات اللي هي الربع نقل. الربع نقل انا بحترمهم لا جدا الناس كمان دي. في بنات بقت تشتغل هي زي الشركات التوصيل، العربيات بالظبط. الخاصة بيعملوا كده وبيسوقوا في عربيات بنات فعلا عادي، بيصوروا بقى. في بنات كمان بتسوق سكوترز، بتوصلوا بنات زيهم برضو في شركات التوصيل. بس هي الفكرة بقى انه الثقافة عندنا، انا بدأت احس ان هي فعلا لا بدأت تختلف شوية. يعني كل يوم جمعة وانا نازلة الصبح بدري او السبت في الويكند، بقيت الاقي بيسموها فورميشنز، يعني زي موكب كده للناس راكبين سواء عجل او سكوترز او اللي هي الموتوسيكلات، وبنات بقت تعمل كده، وبقيت اشوفهم ان هم كل جمعه بيعملوا بالظبط. الموضوع ده. انا وساعات بقيت بيسافروا احس بيه، انا ليا يعني واحده بيروحوا صاحبتي مناطق بس السخنه اللي هو بالظبط المحافظات سخنه القريبه، بالعجله لسه كنت بقول بيروحوا، لعامر قبل بيروحوا ما نبدا الحلقه ان انا ليا واحده صاحبتي هي رياضيه جدا، بتحب الرياضه، فعلا عملت كده، طلعت بعجلتها من القاهره للعين السخنه بالظبط، هتروح تنام هناك بقى يومين بالعكس. وترجع على تاني. فكره عايزه اقول لك دي بقى بتبقى تجربه كامله على بعضها انت بتعيشها، بالظبط. يعني مش شرط ان انت تكون رايح عشان تقضي يوم بص هناك، انت ممكن يمكن تكون عشان دي المتعه نفسها ان انت رايح ممكن طريق السفر. وبقيت احس ان الناس عينيها بدات تتعود على فكره انه بنت راكبه عجله او سكوتر، ما بقاش الموضوع زي زمان ممكن واحد يقف يضايقها او يعاكسها او انت بتعملي ايه، لا الموضوع ده بقى خلاص عادي احنا متعودين عليه. انا يمكن الموضوع شايفه صعب شويه اللي هو بتاع السخنه والحاجات دي، علشان الواحد لما بيركب عجله بس في اول يومين ثلاثه بتلاقي جسمه متكسر شويه، انت واخده بالك؟ اول يوم يومين اول يومين اسبوع ثلاثه، علشان احنا طبعا بنشغل عضلات ايوه، ما انت ما مش بنستخدمهاش هتسافر يا الفتره دي. عامر، انت مش هتسافر وانت لسه بتركب العجله بقالك يومين ثلاثه. فكره الناس اللي بتسافر دي بيكونوا بالظبط ناس خلاص هو ده اللايف ستايل بتاعهم، هو ده الحاجه اللي هم بيعملوها على طول، عشان اعمل هي حركه دي زي كده لازم انزل الوسيله البحر، لازم بتاعتهم. طالما هروح السخنه ما لازم انزل تنزل البحر مطلوب وحد معاه بالعجل.